إلى غاية يومنا هذا، وخير ما نستعين به حفلنا هذا تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم. شرطتنا مراحل هامة في مجال التطور والعصرنة، معتمدة على العلم لبلوغ أهدافها انطلاقا من التكفل بالمولد البشري والاجتماعي والتكوين من خلال تحيين المناهج التكوينية وتحسين مهاراته ومداركه، وكذا الجانب المادي المتمثل في الدعم بالوسائل التكنولوجية الحديثة قصد تقديم أرقى الخدمات للمواطن. كل هذا في ظل الاحترام التام لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان. هذه المعاني نستلهمها من القيم العليا لقداسة الانتماء لهذا الوطن الغالي، وهذا بتحقيق أداء أمني في مستوى تطلعات المواطن وتجسيدا لتوجيهات وتوجهات المديرية العامة للأمن الوطني التي تسعى دوما إلى عصرنة هذا السلك الأبي والمضي به قدما نحو التطور لرسم أسس التنمية والمساهمة في أمن المواطن وحماية الممتلكات. أغتنم السانحة لأوجه شكري الخاص للسلطات المحلية على رأسها السيد والي ولاية سعيدة وطاقمه التنفيذي للاهتمام المتميز الذي يوليه لمصالحنا، والذي يعبر في جوهره على مدى الحرص والعناية متجليا في الدعم المادي والمعنوي دون ادخار أي جهد كلما دعت له الحاجة أو الظروف. نثمن كذلك المجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات الأمنية بسعيدة وعلى رأسها قيادة الجيش الوطني الشعبي بمختلف فروعه، خاصة في المجال العملياتي الميداني وما يميزه من تنسيق محكم مع مصالحنا في ميدان مواجهة ومحاربة الجرائم بمختلف أنواعها وكل من يمس بسيادة الوطن. لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخالص للسلطات القضائية وما تقدمه من عون ومساعدة لمصالحي من أجل استتباب الأمن العام وتحقيق العدالة في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان. في الختام أجدد ترحابي وشكري لكافة الحضور على مشاركتهم لنا مراسيم هذا الحفل. هذا ما لا يدر مجال للشك على التقدير الذي تحظى به مؤسستنا الشرطية، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.